اللي حصل على ايه اللي حصل على درع الجمهور هو محمد الطيري. زين زين والله ما عندي تعليق. الاسبوع اللي فات راح بخيره وشره، والاسبوع هذا اقول بيض الله وجه من صوت لي وما قصرتم، وان شاء الله اني اكون عند الاقوى. الدروع وجاتني كلها، شيخة القرية وجاتني، باقي الاوسكار وان شاء الله يجي. ان شاء الله خلاص ما عاد باقي عندي الا النهائي، وان شاء الله نحقق مركز.